الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده الخميس وخميسكم حلو ان شاء الله باذن الله. قررت ان انا اعمل وصفه واحده بس هنعملها بتفاصيلها، وهنعملها بطريقه اقتصاديه، ما فيش زبده كتير ولا في تطبيق ولا في شيل في الثلاجه، ونرجع نفرد ونرجع نطبق ونرجع نلم، مفيش الكلام ده كله خالص. طبعا اللي هيسمعني دلوقتي وانا بقول نفرد ونلم ونطبق ونشيل في الثلاجه والكلام ده كله هيفتكر ان احنا هنعمل فطير مشلتت. لا، مش الفطير بس المشلتت هو اللي بيحتاج لف وتطبيق وشيل والكلام ده كله، لا، الكرواسون والباتيه كمان بيحتاجوا الكلام ده كله. بس انا النهارده هجمع كل دوت وهختصر كل الخطوات دي في خطوه واحده بس. النهارده هنعمل الكرواسون، بس هنعمله بطريقه سهله جدا. هنعمله بمكونات موجوده في كل بيت، مش محتاجه كميه زبده كتير، مش محتاجه هلك كتير، مش محتاجه عجن كتير ولا الكلام ده كله خالص، كله بلمح البصل. هنعمل كرواسون، هنعمل صوص شوكولاته، وهنعمل صوص حليب مكثف، عشان النهارده الكرواسون بتاعنا هنعمله ساده. بس مش معنى ان احنا عاملينه ساده يبقى حضرتك ما تقدريش تحشيه، ممكن تحشيه شوكولاته، ممكن تحشيه جبن، ممكن تحشيه مربى، احشيه كل اللي انت عايزاه. اهم حاجه نعمل العجينه، نعجنها كويس، نخمرها كويس، نبدا نشكلها عشان تطلع بالشكل ده. ولما بتطلع بالشكل ده هندهنها بايه؟ انا ما بدهنش بيض، ما بدهنش بيض. امال هدهن الوش بتاعها بايه عشان تبقى محمره كده وجميله؟ هدهنها بزبده، وبعد ما ادهنها بزبده وتخرج من الفرن هروح ملمعاها. هتتلمع بايه يا نونا؟ باي نوع مربى، بس النهارده انا مستخدمه مربى مشمش عشان يديني لون حلو كده وتطعيمه كمان في منتهى الجمال. ادي الكرواسون بتاعنا اهو، اللي يشوفه ما يفرقهوش ابدا على الكرواسون الاصلي، ما يفرقهوش ابدا على الكرواسون الاصلي، لكن معمول بمقادير عجينه عاديه خالص. اهم حاجه يتخدم كويس في العجن، اهم حاجه يتخدم في التخمير، هيديكي النتيجه اللي حضرتك عايزاها. وهنشوف لما يستوي التوريقه بتاعته من جوه هتبقى مورقه، هتبقى مكتومه، هتبقى نافشه، هتبقى مفرغه، كل ده هنشوفه النهارده. والشاشه بتاعتنا ما بتكدبش، وكله هيبقى قدام عينين حضراتكم. طيب، مقاديرنا سهله وبسيطه جدا النهارده، مستخدمين مقادير عجينه عاديه. العجينه دي انا ممكن اعمل منها كرواسون، ممكن اعمل منها بريوش، ممكن اعمل منها سميث، يعني ممكن تعملي كمان منها فينو، اعملي منها اللي انت عايزاه. عجينه هنقول ايه؟ عجينه بتاعت كله، بالبلدي بتاعنا كده عجينه بتاعت كله، يعني ممكن تعملي منها كذا حاجه. انا النهارده عملت منها الكرواسون، وهنشوف المقادير بتاعتها بتقول ايه، بس بعد ما ندهن الكرواسون بتاعنا كده زبده. طيب نونا، هو انا ينفع ادهن الكرواسون ده بتاعنا بيض ومعاه فانيليا؟ اه طبعا ينفع. طب انت ليه مش عامله كده؟ عشان انا ما بحبش البيض على المعجنات. انا ممكن ادهن المعجنات اي حاجه غير ان انا ادهنها بيض. ليه؟ حتى لو حاطين له فانيليا او حتى لو حاطين له حاجه تضيع ريحه الزفاره، انا واحده من الناس ربنا خلقني كده، ما بحبش ان البيض يدهن على المعجنات. مهما تكون مش زفره ومهما تكون ما فيهاش ريحه حاجه، استحاله ان انا اجيب حاجه واشتري حاجه واجي اشمها والاقي على الوش بتاعها ريحه بيض، حتى لو هو مش زفر وحطها في بقي. طبيعي لازم اللقمه تعدي على مناخيري قبل ما تعدي على بقي، ده داء فيا سبحان الله، يعني استحاله اكل معجنات على وشها بيض. طيب نحمرها ازاي؟ او نخلي الوش بتاعها عامل ازاي؟ ادهني زبده، ممكن ترشيها رشه زيت، ممكن تحطيها من غير اي حاجه خالص، بس انا عايزه النهارده ان هي تكون مدهونه زبده عشان تطلع لي زي ما انا عايزه. طيب الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 190، هنحط الكرواسون بتاعنا كده في الشبكه اللي في الوسط ونسيبه، هنبص عليه بعد 10 دقايق. ماشي يا محمد ابراهيم؟ هناك على الفرن. اه كده سامعاكي. صباح الفل يا ام محمود. صباح الفل يا حبيبي. صباح العسل. وحضرتك بصحه وسعاده وخير دايما يا رب، اللهم امين. بقول لحضرتك اموريني. بنتي الجيران هتتخطب وقريت فتحتها. الف مليون مبروك ليها. الله يبارك فيك. عايزين نعمل حلويات، يعني الطبق يبقى مليان حلو كده ومحترم. تمام. ال 25 فرد. تمام، عايزه حلويات بس ولا هتعملي حاجه تاني معاه؟ احنا نعمل حادق وحلو. هتعملي حادق وحلو، عندك الخير كله يا رب. طب قولي لي عايزه ايه؟ هقول لحضرتك انا عندي ربع بتاع دوت، عندي دقيق 3 كيلو. تمام، عندك الخير كله يا رب. وربع زبده. تمام. وعندي لبن بودره ربع. تمام. وبتاع دوت وكريم شانتيه ربع. أعمل طيب إيه بقى؟ ليه هتدخلي دقيق؟ مش حضرتك عامله حادق؟ اه. طيب ليه عايزه تعملي حلو بمعجنات؟
ما احنا هنجيب كنافه برضو، كيلو كنافه وكيلو اعملي كنافة. اعملي بصي بلاش كنافه ماشي، اعملي ال 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 العزومات او اللي هي لما يكون قرايه فاتحه او جاي لنا ضيوف وبعدد ما شاء الله، بنبقى عايزين نعمل الحاجه اللي تبقى سهله في عمايلها عشان انتوا نفسكم ما تتهلكوش. ما هو ده اللي انا بقى بتكلم عشان فاسهل حاجه اعملي صاجين جلاش كبار، صاجين جلاش كبار تمام. ممكن تعمليه اللي هو المربع العادي، ممكن تعمليه سمبوكسه، ممكن تعمليه اللي هو الرول. الرول دوت هيرمي معاكي كتير، يعني ممكن تحطي في الطبق الواحد قطعتين من اللي هو الصوابع تمام. وممكن تعملي بسبوسه، يبقى جلاش وبسبوسه. انا شاطره في الصوابع ده قوي. ده انت شاطره في كل حاجه يا ست الكل، الله يخليك. فاعملي جلاش اللي هو الصوابع دوت وقطعيه على قد الصاج، هتعملي صاجين هيغرقوا لك الدنيا. واعملي صاج واحد بسبوسه، يبقى هتحطي صباعين جلاش مع قطعه البسبوسه مع الحادق اللي هتحطيه، والحمد لله على كده. بس دول ناس يعني بلدي، وانا عايزه اعمل لها الحاجات دي، هي مش هتقدر تعمل الحاجات دي. ايوه اعملي، انا بجبر بجبر خاطرها. يا حبيبتي يجبر بخاطرك دايما يا رب. اعملي جلاش واعملي بسبوسه. عايزه تعملي صاج واحد من كل حاجه، مثلا جلاش وبسبوسه، وعايزه مثلا تعملي صاج كنافه، هيبقى حلو قوي. قفلت؟ ممكن تعملي صاج من كل حاجه، فتحطي في الطبق مثلا ايه قطعه جلاش او صباع جلاش مع قطعه بسبوسه مع قطعه كنافه مع الحادق اللي حضرتك هتعمليه، هتلاقي الطبق ما شاء الله اللهم بارك، هتلاقي يا يرمي معاكي وصحتين وعافيه على قلب اللي ياكل، وربنا يتمم لها على الف خير يا رب. نورتيني يا ام محمود. طيب صباح الفل يا جمال، صباح الفل يا شباب، يومكم حلو ان شاء الله باذن الله، وربنا يرزقكم في الخير والبركه باذن الله. طيب افكر بقى حبايبنا، انا دخلت كده في الكرواسون ودخلت في العجينه، وكلمنا ام محمود صباحها حلو زيها يا رب يتم عروستها على خير. ونسيت اقول لكم الارقام بتاعتنا اللي على الشاشه، اي حد عنده استفسار عن اي عجينه، اي حد عنده سؤال عن اي حاجه خاصه بحلقتنا النهارده، يقدر يتواصل معانا على ارقامنا اللي على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600. في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل على التقيل اللي هو ايه، اللي هو العجينه بتاعتنا. عجينه خمرانه ما شاء الله اللهم بارك بالشكل ده كده، لازم تتعجن كويس ألف ب معجنات. لازم العجينة تتخدم، مش تتخدم مقادير، مش تتخدم مقادير، لا تتخدم عجن، تتخدم عجن، تعجنيها كويس عشان تاخدي منها نتيجة مضمونة. طيب مقادير بتاعتنا تنزل دلوقتي على الشاشة، وأنا قلت النهاردة مش عجينة الكرواسون اللي هي مكلفة اللي هي بتاخد زبدة كتير والكلام ده كله. وعايزة أقول حاجة كمان بالنسبة للكرواسون المكلف، مفيش حلواني ما في، وربنا يحاسبني على الكلام ده، مفيش حلواني او فرن بيعمل الكرواسون اللي حضراتكم بتاكلوه بيبقى مورق والكلام ده كله والتوريقه باينه والحوارات دي كلها، ما بيعملهاش ولا بزبده نيوزيلندي ولا بيعملها بزبده مش هينفع ان انا اقول اسمها، كل ده بيتعمل بزبده مرجلي اللي هي الحاجات المهدرجه، علشان يديلك التوريقه ويديلك الشكل اللي انت عايزاه ده. فاي حد يقنعك بكل الطرق ان الكرواسون اللي بره معمول بزبده نيوزيلندي، مفيش الكلام ده، مش هيعمل اصلا عجينه كويسه تمام. اي زبده نوع تاني انت عايزاه مش هيتعمل بطريقه كويسه. طيب هيتعمل بايه؟ بيتعمل بزبده مارجرين، هي دي اللي بتطلع الكرواسون زي ما انت ما عايزاه بالظبط. لكن احنا النهارده ولا مستخدمين دي ولا مكلفين نفسنا وجايبين نيوزيلندي، جايبين ايه؟ مكعبين زبده عاديين خالص من اي زبده حضرتك بتستخدميها، من اي زبده حضرتك بتستخدميها، ومكونات عاديه لاي عجينه. العجينه دي ممكن تشكليها زي ما انت عايزه. احنا النهارده عاملينها كرواسون زي ما انتم شايفين كده، انا مش عايزه افتح الفرن. بص يا جمال كده شايفين المنظر عامل ازاي، ياخد بس اللون بتاعته يستوي بسم الله ما شاء الله. وهنشوفه لازم قبل يعني بعد ما يطلع هندهنه، ونسيبه يهدى شويه وندهنه الوش بتاعه بمربة المشمش، واوريكم شكله من جوه عامل ازاي. يبقى هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه، بمكونات كمان سهله وبسيطه، والتطعيمه والنتيجه مضمونه مليون المية. يكفي ان حضرتك عاملاه بحاجه مضمونه وصحيه لاولادك ولاهل بيتك. طيب مقاديرنا هتنزل حالا على الشاشه، وهنبدا نشتغل واحنا بنتكلم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كده العجان بتاعنا، نسيب المتحمره ديت على جنب هنشتغل بيها، ونشوف مقاديرنا بتقول ايه يا رغبه. بسم الله نحط كده كيلو دقيق. بسم الله هاتي من الفرن، هاتي الدقيق بتاعك من الفرن اللافرنجي، يا اما اللي هو الاكياس اللي هي لجميع الاستخدامات، ما تجيبيش من عند العطار. ومش بعيب في العطارين ولا بوقف رزقهم ولا الكلام ده كله، ربنا يرزق كل واحد. بس اللي عند العطار انا بحس دايما اللي هو السايب، بحس دايما ان هو كارف
كارف يعني ريحته مش مظبوطه، ممكن يكون وسواس في دماغي الله اعلم، بس دايما بحس ان الدقيق اللي بنجيبه من عند العطار بيبقى كارف عليه التوابل والعطاره الباقيه، فلما تجيبيه من فرن الفينو هو ما بيشتغلش غير في الدقيق، هاتيه من عنده او الاكياس اللي هي المقفوله زي ما انت عايزه وحسب امكانيتك. طيب حطينا كيلو دقيق عليهم قد ايه؟ نص كوبايه زبده بالشكل ده كده بدرجه حراره المطبخ، معايا بيضتين، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر عشان يحمر لي العجينه ويخلي تسويتها حلوه قوي، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقه كبيره كمان بيكنج بودر، وميه دافيه للعجن. معنى ان انا قلت ان في ميه دافيه للعجن يبقى دي اخر حاجه هتتحط، مش محدده لها هي قد ايه. ليه مش محدده لها؟ لان انا هخلط ده كله الاول مع بعض وابدا انزل بالميه الدافيه شويه شويه لحد العجينه ما تلم. العجينه لمت معايا وما بقاش في دقيق في الجوانب بتاعه العجان، يبقى انا كده وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها. محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تتعجن وبس، تتخدم، وده اللي هنشوفه مع بعض. انا مش هقول كلام وخلاص من غير ما تشوفه. نعمل كده، يلا بينا. هندهن بايه؟ هندهن بالكروسو، وبعد ما يتخمر العجينه بتخمر وببدا اشكل وارجع اخمر تاني. الكراسو بتاعنا النهارده ما شاء الله اللهم بارك عليه بيتخمر مرتين، مره وهي عجينه بالشكل ده كده، وبعد ما تتخمر تمام وزي الفل ابدا اشكلها بيتخمر مره ثانيه وهو متشكل، وارجع بعد كده اروح دهناه بزبده مذابه، الزبده العاديه اللي هي بتاعتي خالص، وارجع احطه في الفرن. بسم الله الله اكبر. بص يا جمال عليه كده، اتحرك من هنا ولا بصوا كده، انا ممكن افتح لك الفرن، ايه رايك؟ بسم الله، بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. لا مش محتاج. محمد بيقول لي لف السوق، فبقول له لا مش محتاج، يعني اقل من 5 دقايق وهنشوف التسوية بتاعته. طيب يبقى احنا قلنا اهم حاجة نخدم العجينة، اهم حاجة تتخمر تخميرة كويسة، وبعد ما تبدأ ان هي نشكلها تتخمر تاني. بس في هنا حاجة لازم تخلوا بالكم منها اللي هي ايه يا نونا؟ حته التخمير مش معنى ان انت تتخمريه مره تانية بعد ما تشكلي تقولي ايه اسيبه يخمر براحته. التخمير زياده عن اللزوم غلط، التخمير زياده عن اللزوم، سواء بتعملي كرواسون سواء بتعملي فينو سواء بتعملي قرص، كل ده غلط. يتخمر التوقيت اللي انت شايفاه صح، وتبقي مغطياه. اولا نغطيه علشان العجينه ما تنشفش مننا، اولا ما نخمرهوش زياده، علشان لو اتخمرت زياده مجرد ما تحطيه في النار هيفتح هيشقق، مش هتلاقيه ان هو مديكي الشكل الحلو اللي هو دوت. فنخلي بالنا قوي من الحاجات دي. طيب هنعمل ايه؟ هشغل العجان دلوقتي على العجينه بتاعتنا، ومش هعمل فيها اي حاجه لحد ما نرجع من الفاصل، يعني هزود شويه ميه بشويه ميه لحد ما ترجعوا لي من الفاصل ونشوف العجينه لمت ازاي، وهوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي وتتخدم ازاي، ونرجع نكمل حلقه الكراسو بتاعتنا. لسه عندنا نوعين من الصوصات، كل دوت بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه، راجعين مع نونا والبلدي. رجعنا من الفاصل وهنطلع الكرواسو بتاعنا الحلو ده. عجينه عاديه جدا، ولا تطبيق ولا زبده مهدرجه ولا الكلام ده كله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، يهدى بس، شايفين؟ بصوا المنظر ما شاء الله اللهم بارك. يهدى يهدى شويه، يهدى شويه، وبعد كده على طول اروح ماسكه الفرشه الحلوه بتاعتنا دي، وهوب بمربة المشمش، وابدا ان انا ادهنه، ونشوف بقى اللمعه والحلاوه اللي هتبقى موجوده فيه عامله ازاي. طيب قلت لكم في الفاصل قبل وقبل ما اطلع الفاصل ان انا هزود الميه شويه شويه للعجينه، وما نرجع نشوف شكلها عامل ازاي. طيب بصوا كده، شايفين؟ ادي العجينه اهي، بصوا العجان مفيش دقيق في الجوانب، عجينه اهي اهي، بصوا المنظر بتاعها مقطعه، تحسوا ان هي مكتله مش ناعمه، بس في نفس الوقت اهي ملمومه، مفيش دقيق في الجوانب وهي ملمومه. امال عايزه ايه؟ عايزه تتعجن تتخدم. دي بقى الخدمه اللي انا بتكلم عنها، ان العجينه عايزه تتخدم كويس عشان تبقى ناعمه. شوفوا شكل العجينه ده دلوقتي
عشان لما اشغل على العجان وتتخدم العجينه الشكل ده مش هتلاقوه موجود، التقطيعه دي كده مش هتكون موجوده، هتبقى ناعمه. ده بقى خدمه العجينه. هبدا ان انا احط كده وابدا ان انا اشغل على العجان. علشان ان هي تتخدم مش هصدعكم بالصوت عشان تبداوا تسمعوني. طيب عملنا العجينه وخدمناها كويس قوي وبدانا ان احنا نخمرها بالشكل ده. نلم كده حالنا ومحتلنا واوريكم شكل العجينه. ده كده هدي، مش عايزاه ان هو يبرد زياده، لا انا عايزاه ان هو يهدى بس. بصوا اصلا عشان لسه ما بردش قوي، يعتبر لسه دافي، فتحسوا ان المربى بتسيح عليه. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين اللمعه جميله ازاي؟ عايزه تقدميه كده ما عنديش اي مشكله، بس انا النهارده بقى مزوده يعني حته التزيين شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هعمل صوصات. لون احنا متعودين ان احنا بناكل الكرواسون دايما ساده، يا اما محشي جبنه يا اما محشي شوكولاته. ليه هنحط عليه صوصات؟ اكسري الروتين، مش شرط ان انت تبقي ماشيه بقاعده ثابته، لا اكسري الروتين وكله هيبقى حلو على حسب ذوقك. ونصبح على مدام رندا ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا فل يا فل. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله الحمد لله انا بخير طول ما حضرتك بخير، يسعد لي قلبك يا رب. انا اسعد والله العظيم، ودايما تنوريني كده وتشرفيني. قلت لك هعملها لك وحقك عليا والله. خدنا اجازه امبارح بس ان شاء الله باذن الله على اول الاسبوع هعملها لحضرتك. عينيا الاثنين نورتيني. بصوا كده، بصي يا جمال يلا انت فين؟ بصي يا جمال بص شايف المنظر عامل ازاي؟ شايف؟ شايف؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ ولا مكتوم ولا في اي حاجه، حاجه هشه وطريه ما شاء الله، اللهم بارك عليها. وعاملينها ايه؟ عاملينها بمقادير عاديه جدا من بتاعتنا، ولا محتاجين زبده غاليه، ولا محتاجين ان احنا نجيب حاجه تضر ولادنا، ولا محتاجين ان احنا نقول لا مش هنجيب دوت وهنجيب حاجات جاهزه علشان نبدا ان احنا مش هنعرف نعمله. ادام انا عرفت اعمله يبقى انتوا تعرفوا تعملوا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيب ده كده يهدى وبعد كده نبقى نرصه. العجينه بتاعتنا احنا كاتمينها كده بالاستريتش وهي عماله تخمر عماله تخمر عماله تخمر. هبدا ان انا اطلع كده، ممكن طبعا تخمروها في نفس الحله بتاعه العجان اللي هتعملوا فيها. ادي اول تخميره للعجينه، وانا قلت ان هي هتتخمر مرتين، مره وهي كده ومره لما نيجي نشكلها. طيب محتاجه ايه؟ محتاجه رشه من الدقيق بالشكل ده كده، وابدا ان انا انزل العجينه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا شغاله معاكم بالراحه وشغاله معاكم على الهادي خالص علشان اي حد ما تفوتوش اي يعني اي تفصيله او اي فتفوته كده واحنا شغالين. وابدا اعمل كده، لميت العجينه كلها تاني اهي وابدا افرد. طيب انا شايفه ان هي لو اتفردت تبقى على عجينه واحده كده مش هتديني اللي انا عايزاه، انا هعمل كده بالشكل ده وهبدا ان انا افرد. عندي النشابة بتاعتي وابدأ ان انا افرد العجينة على شكل دايرة، وعلى حسب الحجم وعلى حسب اللفات اللي انا عايزاها. يعني ايه على حسب اللفات اللي انا عايزاها؟ يعني عايزاها اكبر من كده او اللفات تكون اكتر من كده، زي ما انت عايزة. بصوا العجينة مخدومة كويس ومتخمرة كويس ما شاء الله اللهم بارك. وعجينة عادية خالص، ولا طبقنا ولا فردنا ولا الكلام ده كله، ما خدتش وقت مننا، يدوب عجننا كويس خمرنا كويس رجعنا شكلنا
رجعنا بعد ما شكلنا خمرنا تاني خلاص الموضوع انتهى. بصوا العجينة ما شاء الله اللهم بارك بالشكل ده. عندي قطعة بيتزا وابدأ ان انا اعمل كده. نعمل كده واحدة واحدة ونصبح على مدام. انت خضتيني يا رغدة، خضتيني يا رغدة، خضتيني، خليتي ايدي عملت كده. بصوا كده ببدأ ان انا امسك واحدة كده اهي واجي هنا كده وابدأ ان انا اعمل كده، انت مش شايفني، وابدأ ان انا اعمل كده ماشي اهي، وابدأ ان انا الف عادي خالص بالشكل ده. حد هيقول لي يا نونا صغيره، لا هي لسه هتغمر، لسه هتخمر. اشيل كده اهي وابدا اجيب الصاج وارص فيه بطريقه سهله وبسيطه جدا. طيب نونا انا عايزاها اكبر من كده، اعملي الدايره اكبر، اعملي التقطيعه نفسها بلاش على 16 اعمليها على 8 هتديكي حجم اكبر. كل دوت متاح وكل ده في ايدينا اهو، نبرم كده بالشكل ده ولا بتلزقي بحاجه ولا الكلام ده كله خالص اهي. شفت الشكل عامل ازاي؟ اسهل منه مفيش، اسهل منه مفيش. طيب نونا، نعم يا ست الكل، انا دلوقتي عايزه احشي الكرواسون دوت قطع شوكولاته، هينفع؟ اه طبعا ينفع. ايه اللي مش هينفعه؟ ايه اللي قال ان هو ما ينفعش؟ طب انا عايزاها احشيه مربى، هينفع؟ اه طبعا هينفع. عايزه احشيه جبنه، هينفع؟ اه طبعا هينفع. طب انا بقى عايزه اعمل العجينه دي باتيه مش كرواسون، هينفع؟ ده انا قلت لك اعملي منها بريوش واعملي منها فين واعملي منها اللي انت عايزاه. اعمليها وقطعيها على انها للباتيه واحشيها جبنه، احشيها لحمه مفرومه، احشيها زي ما تحشيها، احشيها ميكس جبن هتطلع معاكي زي الفل. نكلم مين ونصبح على مدام هنا ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليك يا صباح العسل، صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ ايه الشياكه والاناقه والجمال، انت منوره الدنيا. ده جمال عينين حضرتك والله. شياكتك غطت على الدنيا بحالها. الله يسعد لي قلبك، ده جمال عينيكي. إيه والله العظيم حبيبتي، إيه يبارك لي في عمرك. انا عايزه اتقدم لو سمحتي. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي. وودي 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 ابو البنات فين؟ طيب منوره الدنيا كلها يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا شيف نونا، وبحب اتفرج على حلقاتك كلها والله. ده شرف ليا والله العظيم، عشان انت ست محترمه وعلى طول انت طبعا قايمه بالواجب بتاع الناس كلها وتعبانه معانا وبتعلمينا حاجات كتير قوي. على راسي على راسي، انا في خدمتكم دايما، ربنا يقدرني. ربنا يبارك فيكي وفي ايديكي وفي امرك يا رب، اللهم امين. يجعله في ميزان حسناتك يا رب، ووقفتك اللي انت بتوقفيها دي يا رب. يا حبيبتي ما نحرمش منك، ربنا يبارك لك وتفرحي باولادك وبناتك كلهم وتشوفوهم عرايس يا رب في حياتك. يا حبيبتي تسلمي لي وتعيشي يا رب، ما نحرمش منك ابدا. حبيبتي تسلمي لي، ما نحرمش منك. بصوا كده بنبدا ان احنا نشكل كله، وارجع واقول لو عايزاها اكبر من كده بتقلتي اللي تتحكمي فيها، عايزاها اصغر زي ما انت عايزه، عايزه تعمليها اصلا ميني ما فيهاش اي مشكله. بصوا زياده الدقيق دي هتبدا ان هي نعملها كده اهي، ولا اكني في حاجه اهو. زيادات الدقيق دي هتشيلها عادي بس، وهتبداي تحطي في الصاجات او في الصاج اللي عندك وتبداي تغطيها. بعد ما تغطيها تسيبيها بقى تخمر، تسيبيها تخمر، وبعد ما تخمر تبداي تحطيها في الفرن على درجه حراره 190. واوعي اوعي اوعي تحطيها في الفرن وتنسيها، انا مش عايزه الكلام ده خالص. لا مفيش حاجه اسمها ان انت تنسي العجينه في الفرن، تنشغلي مثلا بحاجه تانية، يجيلك تليفون مثلا وتنشغلي عنه، لا مفيش الكلام ده، عشان يديكي النتيجه اللي حضرتك عايزاها. ممكن من نفس العجينه نعمل باتيه، ممكن من نفس العجينه نعمل فينو، ممكن من نفس العجينه نعمل سميت اللي هو الضفيره، ممكن من نفس العجينه نعمل بريوش، هيطلع معاكي دايما زي الفل. بسم الله نعمل كده وندي مساحة علشان لما يخمر بالشكل ده. متهيألي أسهل من كده مفيش. الكرواسون اتعمل بطريقة سهلة، الموضوع مش صعب خالص خالص،
ما تعقديش الدنيا على نفسك وتقولي ايه يا نهار ابيض لا اكيد مش هيطلع زي ما انا ما عايزه، لا هيطلع طول ما حطيتي في دماغك الحاجه انك هتعمليها هتطلع احسن من ما انت متوقعه كمان. مش شفتك بسم الله ما شاء الله. خلص خلص. طيب عملنا العجينه وسوينا قدام حضراتكم اللي احنا كنا سايبينه يخمر، فاضل دلوقتي ايه؟ فاضل دلوقتي ان انا اشتغل في الصوصات. طيب الصوصات دي لازم الكرواسون؟ لا مش لازم خالص. امال ايه؟ يعني صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه ده مش شرط ان انا ازين بيه كرواسون، ما انا ممكن ازين بيه شوكولاته كيكايه، ممكن ان انا اعمل كب كيك وازينه بيه، ممكن ان انا اعمل صوص شوكولاته كده واحطه على بان كيك على وافل على اي حاجه حضرتك عايزاها. طيب هعمله ازاي الصوص الشوكولاته ده؟ بطريقه سهله وبسيطه جدا. انا النهارده مستخدمه العجان بتاعنا، العجان بتاعي 4 في 1 بس النهارده 5 في 1. انت بتقولي دايما ان هو بينزل على صفحه اصلا سوق المطبخ 3 في 1. وانت عشان شايفه ان هم 4 اجهزه فبتقولي ان هم 4 في 1. جبت الخامس ده منين؟ انت اخترعت جهاز جديد ده مع العجان؟ لا هو الجهاز الجديد اللي انا بقول عليه او الجهاز الخامس مش مع العجان. امال ايه؟ ده هديه على العجان. هديه على العجان. ما انا ما ينفعش ان انا اخد اجازه امبارح واجي لكم النهارده بحاجه عاديه كده او بعرض عادي. فالنهارده العجان بتاعنا نازل اللي هو 4 في 1 وهفضل طول عمري اقول ان هو 4 في 1 مش 3 في 1. ليه؟ لان هم 4 اجهزه. عندنا العجان ال 10 لتر اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده بياخد لحد 2 كيلو دقيق مرتاحين. 2 كيلو دقيق مرتاحين. طيب العجان بتاعنا كمان فيه خلاط بنعمل كده وبحط كده وده اللي انا هعمل فيه صوص الشوكولاته بتاعنا النهارده. طيب ممكن كمان تعملي فيه بسم الله ممكن تعملي فيه الحليب المكثف برضو اللي احنا هنعمله، بس الحليب المكثف النهارده انا هعمله بالهاند بلندر. طيب نشوف الاربع اجهزه بتوعنا الاول اللي موجودين في العجان وبعد كده نتكلم على الهديه. طيب عجان الحله بتاعته 10 لتر ستانلس زي ما حضرتك شايفه كده، معاه الغطا بتاعه غير قابل للكسر، 6 سرعات، معاه 3 اسلحه وده يعتبر اول جهاز اللي هو العجان. نيجي لتاني سلاح او تاني جهاز معانا في العجان الخلاط زي ما حضرتك شايفه كده. انا عايزه اعمل كده علشان اشغل الخلاط ما يلفش معايا العجين. ادي الخلاط بتاعي اهو اللي هعمل فيه صوص الشوكولاته دلوقتي. طب ده تاني جهاز. تالت جهاز عباره عن ايه؟ تالت جهاز عباره عن مفرمه لحمه بتلات وشوش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ادي مفرمه اللحمه يبقى دي كده تالت جهاز، مفرمه لحمه بتلات وشوش على حسب ما حضرتك عايزه اللحمه عامله ازاي. طيب رابع جهاز نفس الجهاز ده كده اهو معاه وش مكنه بسكوت. يبقى احنا عندنا عجان، عندنا خلاط، عندنا مفرمه لحمه، عندنا مكنه بسكوت. ادي الاربع اجهزه اللي بنتكلم عليهم في العجان. طب الجهاز الخامس بقى اللي انت بتتكلمي عنه النهارده هديه على العجان، هاند بلندر زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك. يعني اشتريتي 5 اجهزه في جهاز واحد. الجهاز بتاعنا العجان فيه 4 اجهزه والجهاز الخامس واخداه دي. في احسن من كده؟ لا اكيد مفيش احسن من كده. طب تيجوا نشوف التفاصيل على الصفحه او تيجوا نشوف ازاي نطلبه وازاي ان احنا نلحقه لان الكميه فعليا فعليا محدوده محدوده محدوده. العرض ده نزل اول امبارح واتسحب والمفروض ان انا كنت طالعه بيه امبارح علشان اعرف الناس اللي ما شفتوش على الصفحه، وامبارح ربنا ما قررش ان انا اطلع الحلقه فالنهارده ما كانش ينفع ان انا ما اقولكوش عليه، بس فعليا فعليا الكميه محدوده. طيب اوصلها ازاي يا نونا؟ 3 ارقام للثلاث شبكات اتصلي بيهم دلوقتي. الو ايوه فريق سوق المطبخ، من فضلك انا عايزه العجان اللي نونا بتتكلم عنه اللي عليه هاند بلندر هديه. العجان اللي 4 في 1 اللي عليه هاند بلندر هديه عشان تستفادي بخمس اجهزه في جهاز واحد. طيب عايز اشوف بقى العرض عامل ازاي، عايز اشوف العروض الثانيه، عايز اشوف ايه اللي موجود على الصفحه وناقص في جهاز بنتي او هجدد في شقتي، ادخل على الكيو ار. نعمل كده نفتح كاميرا الموبايل بالشكل ده، ندخل على طول على الكيو ار بتاعنا هيدخلنا على صفحه سوق المطبخ. ادي الصفحه اهي وبعمل الكيو ار دوت علشان تشوفوا الصفحه الاصليه اللي انا بتكلم عليها. ادي صفحه سوق المطبخ. نمشي كده وادي الله اكبر العجان بتاعنا منور. تعالوا نشوف هم بيقولوا ايه غير اللي انا قلته. بسم الله. الشيف نونا جايبه لكم عرض على اقوى عجان في مصر اللي ما تقدريش تستغني عن اللي ما تقدرش تستغني عنه في مطبخها، وهو فعلا هم كلامهم صح لان الناس اللي متابعاني على السوشيال ميديا ده عجاني
ده عجاني الاصلي، ده العجاني بتاعي انا، عجاني الشخصي اللي بستخدمه في البيت، بسعر ولا في الخيال، وكمان معاه هديه هاند بلندر 600 واط فعليين، قوي وبيعيش معاكي سنين وعملي جدا. مين هتلحق؟ احجزي اي عجان سواء 10 لتر اللي هو بتاعي ده، الاربعه في واحد، او 7 لتر، واحصلي على الهاند بلندر. ايه ده يعني الهاند بلندر ده مش نازل مع ال 10 لتر بس؟ لا، ده في كمان العجان ال 7 لتر هتلاقي برده عليه هديه هاند بلندر. طيب هتفضلي هتعملي بيهم احلى الاكلات والحلويات. تيجوا كده نشوف التفصيله بتاعت العجان. طيب عجان 3 في 1، وانا مش موافقه جدا، مش موافقه خالص على كلمه 3 في 1، لان هم 4، هم كاتبين ان هو 3 في 1 مفرمه وخلاط وعجان، نسيوا كمان يكتبوا فيه ان هو مكنه بسكوت، قوته 2200 واط، 6 سرعات، موتور تايواني، دوره الخلاط مصنع من الاكريليك ضد الكسر بسعة 1.8 لتر. السلاح الخاص بالدرق 8 شفرات استانلس، الحلة استانلس 18/10، ومعنى ان هي 18/10 يبقى ما بتصديش، تغسلي وانت مطمنة. طيب تروس العجان والمفرمة كلها معدن اهي، بصوا شايفين التروس نفسها معدن، مفيش حاجة اسمها ان هي تتكسر، مفيش حاجة اسمها ان هي مش هتتحمل اللحمة المفرومة اللي هفرمها، او هتتحمل الفراخ اللي هفرمها، او ايا كان اللي هتفرميه. طيب في ايه تاني؟ بيجي مع المفرمة 3 وشوش ومعاها 4 اشكال من وش البسكوت، عجان 10 لتر قوته 2200 واط 6 سرعات، 3 اسلحة الومنيوم بيور خطاف وكف ومضرب، العجان ال 7 لتر قوته 1500 واط، يعني احنا بنتكلم على 10 وكمان موجود على 7. المهم في الموضوع ان سواء ال 10 او ال 7 عليهم هاند بلندر هدي، ده المهم في الموضوع. اطلبي كده، عايزه السبعه وعايزه العشره، لازم تاخدي الهديه بتاعتك النهارده. طيب انا استخدمت العجان الصبح وهستخدم دلوقتي الخلاط، هستخدمه في ايه؟ ان انا هنعمل الصوص بتاع الشوكولاته. صوص الشوكولاته مقاديره سهله جدا 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 وبسيطه وموجوده في كل بيت. عباره عن ايه؟ كوبايه زيت، من نفس الكوبايه املاها حليب، من نفس الكوبايه املاها سكر، يبقى سكر وحليب وزيت، ادي كده 3 مكونات عندي. المكون الرابع اللي هينقل لي المكونات دي لصوص شوكولاته وهو الكاكاو، بس مش هحطه دلوقتي، والكاكاو يكون غير محلى يعني خام عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. هبدا دلوقتي الخلاط بتاعنا اهو اللي احنا حاطينه على العجان، وهبدا ان انا اضرب ده كله الاول وبعد كده انزل بيه الكاكاو. ليه بعمل كده؟ ليه بعمل ان انا اضرب ده الاول وبعد كده انزل بالكاكاو؟ عشان انت اللي تتحكمي في لون درجة لون الصوص بتاعك والقوام بتاعه. فالكاكاو اللي احنا هنحطه هو اللي هيتحكم لنا في درجة لون الصوص بتاعنا. بسم الله. خلص؟ لحقتي؟ اه والله لحقت، ما قدامكم انا ما طلعتش فاصل ولا رجعت ولا اي، جمال عمال يقول لي تعالي نطلع فاصل وانا مستنيه لما اوريكم. بصوا كده نبص على صوص الشوكولاته ونشوف اللمعان بتاعه والقوام بتاعه عامل ازاي. بص المنظر، صوص شوكولاته في دقيقه، صوص شوكولاته في دقيقه. عرفتوا ليه انا بحط الكاكاو معلقه معلقه؟ عشان اوصل لدرجه القوام ودرجه اللون اللي انا عايزاه. في جمال زي كده؟ مفيش. شايفين لمعته عامله ازاي والقوام بتاعه عامل ازاي؟ والتطعيمه هتلاقيها تحفه، حاجه كده زي الكتاب مايل. يبقى احنا النهارده استخدمنا العجان في العجينه واستخدمنا الخلاط في الصوص الشوكولاته، فاضل ايه؟ فاضل صوص كمان هنستخدمه النهارده او هنعمله النهارده، وهو الحليب المكثف. الحليب المكثف معروف انه بيتعمل في الخلاط، لكن انا النهارده مش هعمله في الخلاط، انا هعمله النهارده بالهديه اللي على العجان. بس بعد الفاصل خليكم مستنيين شويه، راجعين مع نونا والبلدي اوكي.
ورجعنا من الفاصل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. اللي انا سايباه دوت من غير دهان مربى انا هحط عليه دلوقتي صوص الحليب المكثف. احنا من شويه عملنا صوص الشوكولاته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بصوا اوريكم حاجه. نجيب بس معلقه كده من البضايه بتاعتنا. بسم الله. شايف يا جمال؟ طيب تعالوا كده نصبه. وخلوا بالكم من القوام اللي انا فداكل مفارس والله. شايفين؟ شفتوا القوام بتاع الصوص عامل ازاي؟ بص يا جماعه شايفين؟ ولا اجدعها صوص شوكولاته ممكن تشتريه من بره. بس ده اضمن واوفر بكتير واحلى وتطعيمته ما شاء الله اللهم بارك عليه. وعملناه بايه؟ كوبايه زيت، كوبايه سكر، وكوبايه حليب، وحبه كاكاو. طلع لنا الله اكبر اللهم بارك. طيب ده كده عملنا صوص من الصوصات الغاليه اللي احنا بنجيبها من بره. عايزه اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزه اعمل صوص الحليب المكثف، برده بنجيبه من بره ب 200,000 جنيه، علبه قد كده ما بتكملش حتى كوبايه، وبيدخل في وصفات كتير بس غالي قوي. فانا النهارده هعمله لكم بطريقه سهله جدا وبسيطه وبمكونات برده على قد ايدي. انا محتاجه ايه؟ محتاجه مقاديره، يلا بينا. كوبايتين من السكر العادي بتاعنا، عليهم كوبايه من اللبن البودره، وربع كوبايه من الزبده، وهبدا ان انا احطها في الميه دي كده عشان انا عايزاها تسيح زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب لو انت عندك خلاط هتضربي ده كله في الخلاط وهيطلع معاكي زي الفل، هيطلع معاكي زي الفل. طب انا بقى النهارده مش هستخدم خلاط، امال هستخدم ايه؟ هستخدم الهاند بلندر، علشان لو عندك دوت ماشي، مش لو عندك دوت ماشي، ما عنديش اي مشكله. ولازم لازم لازم الميه تكون مغليه، وادام قلت مغليه لازم تكون مغليه 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 بمعنى مغليه، عشان اتاكد ان هي مغليه. انا هعمل كده عشان تحسبا. تحسبا ليه؟ تحسبا ان الزبده تكون ساقعه، وده فعلا اللي حاصل ايه؟ الزبده ساقعه، مجرد ما اتحطت في الميه المغليه بصوا ساحت وكل حاجه، بس بصوا هبطت لي درجه الغليان بتاعه الميه. معنى ان هي هبطت لي درجه الغليان بتاعه الميه ما بقتش ميه مغليه، وانا الحليب المكثف لازم 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 الميه تكون مغليه، فاروح عامله كده بسم الله. علشان تغلي معايا. هبدا اقلب هنا كده، طبعا لو عندك الخلاط هتستخدمي عادي، بس انا متعمده ان انا استخدم الهاند بلندر عشان اوريكي قوه الهاند بلندر اللي معانا النهارده اللي طالع هديه على العجان عامله ازاي. طيب على ما الميه ما تغلي تعالي اوريكي العجان الهاند بلندر ده احنا واخدينه النهارده هديه على ايه. بصي يا جماعه على الحلو بتاعنا اللي كان مالك حلقتنا النهارده، اللي هو ايه؟ العجان بتاعنا 4 في 1، عجان، خلاط، العجان بثلاث اسلحه، ومعانا مكنه بسكوت، ومعانا مفرمه لحم. دول الاربع اجهزه اللي معانا، واخده عليهم هديه ايه؟ واخده عليهم هديه هاند بلندر 600 واط. طب ال 10 لتر بس هو اللي معاه هاند بلندر؟ لا، ده ال 7 لتر كمان هو اللي معاه هاند بلندر. طيب هاند بلندر دلوقتي انا هعمل لكم بيه الحليب المكثف. هاند بلندر بنحطهم بيه البطاطس، الهاند بلندر بنعمل بيه شوربه الكريمه، لو انت مثلا عامله صوص او متبله مثلا عرق لحمه بارده وفضل معاه طماطم وجزر وحبه الشوربه بتاعته عايزه تضربيهم بتبداي تضربيهم بالهاند بلندر. فليه استخدامات كتير قوي. عايزه تعملي تجرشي مثلا تلج مع عصير، عندك كيس في الفريزر مثلا فيه فراوله او مانجا وعايزه عصير، والخلاط بتاعك لا قدر الله بايظ ولا حاجه، لا تروحي مطلعاه بالهاند بلندر يطلع معاكي سموزي ما شاء الله اللهم بارك. فالهاند بلندر ضروري جدا 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 في جهاز العروسه. طيب نطلبه ازاي؟ احنا مش هنطلب الهاند بلندر بس، لا حضرتك واخداه النهارده هديه، واخداه هديه على العجان سواء ال 10 لتر او ال 7 لتر. طب نوصل لهم ازاي يا نونا؟ بطريقتين ما لهمش تالت. اول طريقه ارقام تليفوناتنا، هترفعي سماعه التليفون عليهم وتطلبيه، او تطلبي اي منتج انت عايزاه، حلل بقى ال 23 قطعه، تجيبي مثلا من عندهم العجان، تجيبي عندهم اير فراير هايله حمرتي فيها بوفتيك يا روحي عليه يا روحي عليه، ولا زيت ولا الكلام ده كله، حتى ما رشتش فيها رشه الزيت. تعالوا اوريكم كده لو لقيناها على الصفحه دلوقتي اوريها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا جات لي رساله دلوقتي وما شفتهاش، دي مبعوته لي من شويه، ان النهارده علشان يكون خميسكم حلو، ان النهارده العجان بتاعنا وعليه هديه الهاند بلندر عليهم شحن مجاني، وكمان الطقم الحلل ال 23 عليه شحن مجاني. الله اكبر علينا كده، بدات ان انا استمتع اكتر بالحلقه. طيب ثلاث ارقام للثلاث شبكات، الكيو ار قدامنا، وهنبدا ان احنا دلوقتي نفتحه علشان نشوف الاير فراير اللي انا عملت فيها بفتيك من كام يوم ومن غير نقطه زيت واحده. الزيت غالي، وناس تقول لك لا عشان الدهون والكلام ده كله، لا انا مش عايزه اعمل حاجه في زيت، فبص الاير فراير اللي عندهم ممتازه. طيب ندخل كده على صفحه سوق المطبخ، اهي ادي الصفحه الاصليه والاساسيه اللي انا عايزاكم تدخلوا عليها. نعمل كده، وادي العجان بتاعنا النهارده اهو اللي عليه هاند بلندر هديه. طيب عليه هاند بلندر هديه بس؟ لا، ده كمان خد وقت الحلقه او للنهارده بس شحن مجاني. يبقى العجان بتاعنا النهارده 4 في 1 عليهم هاند بلندر هديه، بقى 5 اجهزه في 1 عليهم كمان شحن مجاني. نمشي شويه كده، الطقم ال 23 كمان النهارده عليه شحن مجاني. الطقم ال 23 النهارده كمان عليه شحن مجاني. طيب ده طقم الملامين اللي هو دملا. انا عايزه اوريكم الاير فراير فين يا شادي، اهي 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 ادي الاير فراير اللي عندهم 7 لتر 1800 واط. بصي انت بتعملي فيها الحاجه في لمح البصر، مش محتاجه ترش حتى زيت. انا حتى نقطه الزيت لما جيت عملت البفتيك ما حطيتش نقطه زيت، انا حطيتها زي ما هي كده، حطيتها زي ما هي كده. البطاطس ما شاء الله اللهم بارك مقرمشه وممتازه ممتازه ممتازه. حمار الفرخه في لمح البصل، الستيك والكلام ده كله، هي مش تحميل بس، ده هي تسويه كمان، بتتزبط بتايمر. وكان في عندي قلايه كنت بتضايق منها قوي، ان انا لما مثلا ايه عايزه افتح الدرج بتاعها واشوف الاكل استوى ولا لا، ولسه مثلا لو عايز شويه ارجع احطها واضطر ان انا اشغل من الاول تاني. لا دي فيها ميزه كويسه جدا، ان انا لو فتحت الدرج علشان اشوف التسويه ورجعت زقت الدرج بتاعها تاني علشان اكمل تسويه الحاجه، هي واقفه عند الوقت اللي هي كان فاضل لها، فممتازه. جات لي رساله دلوقتي كمان الاير فراير عليها النهارده خصم 2. انا مش قادره اقول الرقم، مش قادره اقول الرقم عشان الرقابه، فهي عليها خصم 2، اكيد مش 2 جنيه ولا 200 جنيه الاعلى، فدي موجوده بخصم النهارده 2. طيب ارجع واقول من تاني، العروض بتاعتنا النهارده بتاعت سوق المطبخ حاجه كده تفرح القلب. طقم ال 23 عليه النهارده خصم مجاني، العجان بتاعنا النهارده ال 10 لتر وال 7 لتر اللي عليهم هاند بلندر هديه عليهم كمان شحن مجاني، الاير فراير النهارده اللي نازله عليها خصم النهارده بس، النهارده بس عليها خصم النهارده بس. اه والله يا شادي قد المرتب، عليها خصم 2، يعني افهموا انتوا بقى 2 ايه. فالنهارده ما يتفوتش، النهارده العروض بتاعت سوق المطبخ ما تتفوتش. ارقام التليفونات قدامنا، الكيو ار موجود قدامنا، العجان موجود قدامنا، مش ال 10 لتر بس، لا ال 10 لتر وال 7 لتر عليهم الهاند بلندر دوت الله اكبر عليه هديه. مش بس كده، لا ده كمان عليه شحن مجاني هديه. نزلت بالزبده والميه المغليه، وتعالوا نبدا نشتغل بالهاند بلندر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده، هوريكم القوة بتاعته، هو نازل ب 600 واط، واخداه النهارده هدية على العجان. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فكيته. واخداه النهارده هدية على العجان. بتعملي الحليب المكثف في دقيقة، بص المنظر. ننزل بس اللي في الجوانب ونبدأ نشتغل. الحقي بسرعة، الفرصة لسه ما خلصتش، أو الفرصة لسه ما ضاعتش. عجان 10 لتر، عجان 7 لتر، طقم 23، كل ده النهارده عليه شحن مجاني. العجان ال 7 لتر وال 10 لتر عليهم هاند بلندر اللي في ايديا ده مجانا هديه النهارده. في دقيقه عملنا الحليب المكثف، مش مستخدمه الخلاط، مستخدمه الهاند بلندر بتاع النهارده اهو. انا للدرجه دي بقت ضعيفه مش قادره افرمكس. شايفين؟ بصوا المنظر. في دقيقة بقى عندي حليب مكثف. ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا. تعالوا كده.
تعالوا كده نصب الحليب المكثف. بصي كده يا ياسمين، بسم الله، شايفه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان الحليب المكثف لما بيقعد شويه بيتقل. طيب قبل ما نطلع فاصل يا ياسمين، سامعاني؟ قبل ما نطلع فاصل تعالوا نقدم الكرواسون النهارده بالحليب المكثف بطريقه مختلفه. عندي اطباق الفاهيته حطاها في الفرن بتسخن، والكرواسون بتاعنا اللي هو الساده اللي ما عليهوش اي صوصات ولا عليه اي حاجه خالص، هاخد كده الحليب المكثف واعمل كده. سمع الصوت؟ بص المنظر عامل ازاي، الحليب المكثف بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنسكت على كده؟ لا مش هنسكت على كده، اهم من الشغل ظبط الشغل. بصي كده يا ياسمين، شايف كده يا جمل؟ انا مش محتاجه اكتر من كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.